قاعده امبارح فيها نجوم كتيره جدا، واتكلمنا على اليو ديانج وكنا عارفين ان هو عنده كورونا. طيب كابتن محمد يوسف، اخر مدرب درب النادي الاهلي واكتر وخد بيه دوري ابطال افريقيا، واخر واحد خد دوري ابطال افريقيا، واكتر واحد عنده درايه كامله بالنادي الاهلي انه اشتغل كمدير فني واشتغل ايضا مع المديرين الفنيين الاجانب اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف، هل يعني عدم وجود اليو ديانج يكون مؤثر ووليد سليمان اللي هتكلم عليه كتير مع النادي الاهلي؟ اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن مهيب، ازي حضرتك؟ ازي كابتن محمد، اخبارك ايه؟ منور الدنيا والف مبروك طبعا الاداره الفنيه للبنك الاهلي، واعتقد ان الموسم اللي جاي هيبقى موسم حافل سواء بالصفقات اللي انت عملتها او بالاستعدادات الخاصه اللي عاملها البنك الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله يبقى موسم خير كده وموسم طيب على الكره المصريه كلها، وزي ما انت قلت كده نتمنى نكون موفقين ان شاء الله، وعملنا استقطابات وتعاقدات يعني كويسه ان شاء الله، بس يعني تدلي بقى بمستواها الطبيعي والحقيقي ان شاء الله في الملعب ان شاء الله. قبل اي حاجه انا كنت سامع ان انت كنت عايز صالح جمعه. صالح بالنسبه لنا لا يعني ما كانش في يعني كنا بنبحث ان احنا نحاول نستفيد ايوه في تعاقدات وكده، لكن طبعا ما كانش داخل ضمن حساباتي. ليه ده؟ انا سمعت ان يعني انت قلت هرجع صالح جمعه تاني، المشكله؟ بص الحسابات بتختلف، ممكن اقول كده وانا في النادي الاهلي ان كل مكان ليه معايير طبعا وليه حسابات خاصه، قد تختلف باختلاف النادي وبتختلف باختلاف اللاعبين وبالحاله. في حاجات كتيرة، صالح لعيب كبير ونجم كبير ولاعب عنده موهبة طبعا وعنده قدرات عالية جدا، لكن أنا شايف المشروع اللي احنا فيه متطلب نوعيات أخرى يعني. يعني طب هل كانت أمنية ليك مثلا؟ هل كنت تتمنى وجود لاعب كصالح جمعة معاك في البنك الأهلي؟ لا بص يا عايز اجابه دبلوماسيه، انا خدت بالي جمهور الاهلي يحبها جمهور الاهلي ويعجب بيها. انا صالح يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى كنت سبب من اسباب رجوعه للنادي الاهلي بعد تجربته في السعوديه. ايوه وقعد معايا لما كنت شغال مع كارترون مدير كوره ورجعناه في يناير، والراجل اشتغل مع لاسارتي بشكل كويس، وبعد كده ما اعرفش بقى ايه اللي حصل مع فايلر يعني. بس انا بقول لك انا بحكم يعني خلي بالك كل تجربه وكل مرحله ليها القياسات بتاعتها وليها التقييم بتاعها. طيب تختلف او تتفق معايا؟ دي طبعا ترجع لك.